بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله سبحانه على نعمه وآلائه الجسيمة علينا، ومن تلكم النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. أمن علينا بتجدد هذا اللقاء نقرأ من خلاله من الكتاب النافع الماتع لمؤلفه الشيخ عبد الوهاب خلاب عليه رحمة الله، وهو الكتاب الذي وضعه في علم أصول الفقه. يقول المؤلف رحمه الله: الدليل الخامس، أي من الأدلة التي تكون حجة في المسائل الشرعية. الأدلة إذا أطلقت في اصطلاح الأصوليين يقصدون بذلك ما كان موضع اتفاق وما كان موضع اختلاف. وهذا الدليل الذي نحن بصدد الحديث عنه هو في الحقيقة من جملة الأدلة المختلف فيها، يعني ليس هنالك إجماع ولا اتفاق بين الفقهاء والأصوليين على عد هذا الدليل من الأدلة الشرعية. لكن بما أن بعضهم بل جمهورهم في الحقيقة، جمهور العلماء علماء الشريعة من الأصوليين ومن الفقهاء، جمهورهم عدوا الاستحسان دليلا شرعيا يعتمد عليه، وإن خالف في ذلك بعضهم. والحق كما سوف نتطرق عليه إن شاء الله تعالى أنه لا يوجد خلاف حقيقي بين الفقهاء في اعتبار الاستحسان وفي عدم اعتباره، فكل ما يحكى من الخلاف في هذا الباب داخل في إطار ما يسميه الأصوليون بالخلاف اللفظي. الخلاف اللفظي فقط، يعني ليس هنالك خلاف في جوهر الأمر وليس هنالك في الحقيقة كما سنرى خلاف بينهم في هل يعتبر استحسانا دليلا شرعيا أو لا يعتبر، ولكن بصفة عامة يعد من الأدلة المختلف فيها. أشهر من يأخذ بالاستحسان من فقهاء الأمصار هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأشهر من يأخذ بالاستحسان، وأكبر من عارض الاستحسان هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. المالكية والحنابلة رأيهم في الاستحسان أقرب إلى ما كان عليه الإمام أبو حنيفة، والإمام الشافعي اشتهر بإنكاره لعد الاستحسان دليلا شرعيا يعتمد عليه. لكن كما سنرى الواقع أن الخلاف بينهم لفظي فقط، فما أنكره الإمام الشافعي من ألوان الاستحسان لا يقول به الإمام أبو حنيفة، يعني الاستحسان الذي أنكره الشافعي لم يقل به لا أبو حنيفة ولا مالك ولا أحمد رحمهم الله تعالى، إنما توجه انتقاد الإمام الشافعي للاستحسان إلى لون لم يقل به أحد، وهو الاستحسان المعتمد على العقل وعلى الذوق وعلى الهوى. هذا لا يقول به فقيه، لا يقول به فقيه. على كل حال نقرأ الآن من الكتاب، هذه تكون مقدمة عامة لكم عن الاستحسان وهل يعد من أدلة الشريعة أو لا يعد. كما قلت لكم الحقيقة
أنه يعد دليلا شرعيا، والخلاف الذي وقع فيه خلاف لفظي فقط. قال تعريفه، نعم، الاستحسان في اللغة، عد الشيء حسنا. نعم. وفي اصطلاح الأصوليين هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي. نعم. أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح عليه هذا العدول. إذن هذا هو الاستحسان عند القائلين به، أن الاستحسان ليس على إطلاق مدلوله اللغوي. مدلوله اللغوي يقتضي أن الإنسان من تلقاء نفسه يستحسن أمرا، وإن لم يعتمد في ذلك على دليل شرعي هو استحسنه. كل منا يستحسن ما يراه حسنا من الأمور العادية، هذا لا خلاف فيه. تستحسن طاقية معينة وأنا لا أستحسن، تستحسن أنت نوعا معينا، لونا معينا من ألوان اللباس، هذا لا ينكره أحد في الأمور العادية، لكن هل لذلك مدخل في المجال الشرعي؟ الجواب لا. وكما قلت لكم، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء، يعني ليس مقصودهم بالاستحسان أن تستحسن بعقلك وذوقك، وإنما هذا هو مقصودهم الحقيقي، أنك رأيت حكما شرعيا يقتديه قياس، والقياس منه ما هو ظاهر جلي، أي يتبادر إلى ذهنك أول ما تقف على أركان القياس الأربعة، رأيت الأصل والفرع والعلة فالحكم، يعني هنالك أمر يتبادر أول ما تنظر في هذه الصورة، يعني هذا يعتبر جلي، قياس جلي يدركه كثير من الناس. أما القياس الخفي يخفى عن كثير من الناس، وإنما يدركه من له ذوق خاص ومقدرة خاصة في الاستنباط الفقهي واستخراج الأحكام من أدلتها الشرعية. طيب، ما معنى الاستحسان عند القائلين به؟ قالوا أن ترى حكما يقتضيه القياس الجلي، ولكنه انقضح في ذئنك أن هنالك مقتضى آخر للقياس الخفي، فترجح ما يقتضيه القياس الخفي على ما اقتضاه القياس الجلي. هذا هو الاستحسان، فكأنك استحسنت ما اقتضاه القياس الخفي ورفعت ذلك فوق درجة ما اقتضاه القياس الجلي. والقياس دليل شرعي معتمد، لأن القياس لا يأتي عن هوى، إنما يأتي بناء على أصول نعرفها وأركان بينها الفقهاء. إذن هذا هو مقصودهم إذا قالوا استحسان، ليس أنه استحسن من رأيه برأيه أو بعقله أو بالشهوة أو بالهوى وما إلى ذلك، نعم، لا، وإنما هذه صورة من صور الاستحسان عندهم. قالوا حكم يقتضيه القياس الجلي، وحكم آخر اقتضاه القياس الخفي. إذا رأى المجتهد أن هذه الحالة القائمة الذي أراد أن يحكم فيها ربما يكون أنسب لو استخدمنا ما اقتضاه القياس الخفي وتركنا ما اقتضاه القياس الجلي، فهذا الذي يسمى بالاستحسان. أيضا مما يسمى بالاستحسان عند القائمين عند القائلين به، قال حكم كل العدول عن حكم كلي إلى حكم استثنائي، يعني تعرف أن ثمة حكما عاما، يعني حكما كليا يشمل حالات كثيرة،
ورأيت أن ثمة حالة ينبغي أن تستثنى من هذا المقتضى العام وإن كان الدليل يقتضي لكن لدليل آخر اتضح لك أن تستثني هذه الجزئية من الحكم الكلي فهذا أيضا يسمى عندهم بالاستحسان وسيضرب لكل ذلك أمثلة حتى يتضح الأمر لكم نعم فإذا عرضت واقعة ولم يرد نص لحكمها للنظر فيها بجهتان مختلفان نعم إحداهما ظاهرة تقتضي حكما نعم والأخرى خفية تقتضي حكما آخر نعم وقال بنفس المجتهد دليل رجح وجهة النظر الخفية نعم فعدل عن وجهة النظر الظاهرة وهذا يسمى شرعا الاستحسان نعم وكذلك إذا كان الحكم كليا وقام بنفس المجتهد دليل يقتضي استثناء جزئية من هذا الحكم الكلي نعم والحكم عليها بحكم آخر وحكم والحكم عليها بحكم آخر فهذا أيضا يسمى شرعا الاستحسان نعم حكم عليه أو الحكم عليها بحكم آخر على ماذا يعتمد في هذا الحكم على عقله على رأيه المجرد لا لابد أن يوجد مستند دليل شرعي آخر كما سنرى من الأمثلة يعني الاستحسان المقصود عند الذين قالوا به من الفقهاء ليس عن هوى وليس عن عقل مجرد رأي أبدا وإنما كل ما في الأمر اتضح أمامه نوعان من الحكم نوعان من القياس أحدهما ظاهر والآخر خفي ورأى أن المناسب هنا أن نعتبر مقتضاء القياس الخفي ربما مما سبب الانتقادات الكثيرة التي يوجهها البعض على هذا الدليل تعريف الاستحسان نفسه عند بعض الأصوليين تعريف مشكل وقد جاء المؤلف هنا بجزء من التعريف المشهور للاستحسان في كتب الأصول يقولون الاستحسان دليل انقدح في ذئن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه فانتقدون قال كيف هو دليل ولا يستطيع أن يعبر عنه يعني هذا الذي قال المؤلف لدليل انقدح في عقلي فبعضهم أخذوا هذا جعلوه مأخذا يعني ينتقدون به الاستحسان كيف يكون دليلا شرعيا ينقدح في ذهنه في عقله ولا يستطيع التعبير عنه فهذا من التعريفات المشهورة في كتب الأصول أنهم يقولون الاستحسان هو دليل الاستحسان ليس إلا دليلا هو دليل لكنه دليل ينقدح في ذهن هو في الحقيقة ينقدح في الذهن أنت الآن رأيت ما يقتضيه الدليل القياس الظاهر الجلي ولكن انقدح في ذهنك في عقلك أن هذا الحكم لا يناسب هذه الحالة وإنما يناسبه ما يقتضيه قياس آخر ليس بظاهر كظهور هذا القياس لكن الخلل هنا ربما أتى من تتمة التعريف حيث قالوا لا يستطيع التعبير عنه يجب أن يعبر عنه إذا كان دليلا شرعيا على كل حال بالأمثلة الآن ستتضح لكم لكن لا تنسوا المؤلف هنا قسم الاستحسان قسمين إما أن يكون العدول الاستحسان خذوا هذه قاعدة الاستحسان كله عدول يعني تعدل من حكم إلى آخر إما من حكم اقتضاء القياس الجلي إلى حكم آخر اقتضاء القياس الخفي أو تستثني تعدل عن ما يقتضيه الدليل الكلي هذا أيضا عدول يعني في جزئية معينة تخرج هذه الجزئية من مدلول الدليل الكلي فكأنك عدلت به أما يقتضيه الدليل الكلي فالاستحسان دائما عدول
يعني ترى دليلا وترى دليلا آخر أنصب، فيقتدي العدول عن الدليل الظاهر أو القياس الظاهر إلى القياس الخفي. هذا المسلك جيد، مسلك المؤلف هنا مسلك جيد، لكن لبعض الأصوليين مسلك آخر أكثر تفصيلا. يقولون إن الاستحسان بحسب الدليل الذي اقتضى العدول. ننظر إلى أقسام الاستحسان بحسب الدليل الذي اقتضى العدول عن مقتضى دليل آخر. قالوا أحيانا يكون هذا الدليل نصا شرعيا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمونه بالاستحسان، يسمونه بالاستحسان بالنص. يقولون هذا الاستحسان بالنص سواء أكان من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يقولون ما اقتضى العدول هنا ليس نصا شرعيا وإنما هو إجماع، إجماع المجتهدين في عصر من العصور، يعني اقتضى القياس حكما ورأينا أنهم أجمعوا على ما يخالفه، فإذا عدلنا عن موجب أو مقتضى القياس إلى ما يقتضيه الإجماع يعتبر هذا أيضا عدول من قبل الاستحسان، فهذا يسمونه بالاستحسان ليس بالنص بالإجماع. يقول هذا الاستحسان بالإجماع. ربما كان المقتدي للعدول اعتبار المصلحة، المصلحة العامة للناس، يعني ستأتي من الأمثلة التي يذكرها المؤلف ما عدل فيها الفقهاء المجتهدون، يعني رأوا العدول أما يقتديه. طيب حسبك دليل الظاهر إلى ما هو خفي، لا لنص آخر ولا لإجماع، ولكن مراعاة لماذا؟ للمصلحة، المصلحة العامة تقتدي هذا العدول، فهذا يسمونه بالاستحسان بالمصلحة، وهكذا. وهنالك الاستحسان بالعرف، العرف والعادة ربما اقتضت العدول من خلاص اجلس مكانك ريحناك اليوم. ماذا كنا نقول؟ العرف أو العادة ربما اقتضى العدول أم موجب الدليل أو مقتضى الدليل ما يقتديه الدليل الظاهر إلى ما يقتديه الدليل الخفي. فالأقسام كلها متداخلة، يعني هنالك من يقسم الاستحسان بالنظر إلى الدليل الذي اقتضى العدول، إذا كان نصا من كتاب الله قالوا هذا الاستحسان بالنص، الاستحسان بالنص من القرآن، الاستحسان بالنص من السنة، الاستحسان بالإجماع، الاستحسان بالمصلحة، الاستحسان بالعرف، العرف ربما اقتضى العدول مما يقتديه الدليل الظاهر إلى ما يقتديه الدليل الخفي. نعم. نعم. تعريف الاستحسان شرعا يتبين أنه نوعان، أحدهما ترجيح قياس خفي على قياس جلي دليل، نعم، وثانيهما استثناء جزئيات من حكم كلي بدليل. إذن كل شيء بدليل، لذلك قلت إن الخلاف الواقع أو الذي يحكى في الاستحسان خلاف لفظي. الإمام الشافعي إنما أنكر الاستحسان الذي لا يستند إلى دليل، فلذلك اشتهر أن الإمام الشافعي قوله من استحسن فقد شرع، قال الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع، أي أتى بشريعة لا دليل عليها لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله. والواقع أن من قال بالاستحسان من الفقهاء لا يقولون بهذا الاستحسان الذي يعتمد على الرأي المجرد وعلى العقل وعلى الهوى،
لا، إنما قالوا لذلك. لاحظوا هنا قال المؤلف: إما أن يكون العدول من قياس جلي إلى خفي بماذا؟ بدليل، أو استثناء جزئية من حكم كلي، أيضا هذا الاستثناء يكون بإيش؟ بدليل. نعم، من أمثلة النوع الأول، الذي هو العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي. نعم. نص فقهاء الحنفية على أن الواقف نعم. إذا وقف أرضا زراعية يدخل حق المسير وحق الشرب وحق المرور وحق الشرب وحق المرور. نعم. يدخل حق المسير وحق الشرب وحق المرور في الوقف تبعا بدون ذكرها استحسانا. نعم. والقياس عنها لا تدخل إلا بالنص عليها كالبيع. ووجه الاستحسان أن المقصود من الوقف انتفاع الوقوف عليه، ولا يكون الانتفاع بالأرض الزراعية إلا بالشرب والمسيل والطريق، فتدخل في الوقف بدون ذكرها، لأن المقصود لا يتحقق إلا بها كالإجارة. نعم. هنا يأتي بمثال لما تم العدول فيه عن قياس جلي إلى قياس خفي. ضرب مثلا في ذلك الوقف. الوقف إذا قال الواقف: هذه الأرض الزراعية مزرعة، لقد جعلتها وقفا لله عز وجل، ونحن نعرف أن الأرض الزراعية هذه المزرعة لا بد من طريق يوصلك إليها، وإذا أردت أن تخرج الماء إذا نزل المطر في المزرعة لا بد من مسيل عن طريقه يخرج السيل والماء الذي لا تحتاجه، لا بد، وإلا الماء سيغرق المزرعة كلها ولا أحد يستفيد منها إذا كان ينزل المطر في المزرعة وليس هنالك مسيل من خلاله يتخلص من هذا الماء. إذن نحتاج إلى طريق لنصل إلى المزرعة، ونحتاج إلى مسيل ليخرج السيل وما إلى ذلك من المزرعة وما إلى ذلك. إذا قال إنني وقفت أرضا زراعية وانتهى كلامه في العقد، لم يقول مع الأرض حق المرور، حق المرور وحق المسيل وحق الشرب. قال الفقهاء: إذا لم ينص على هذه الحقوق فإنها لا تتبع الوقف قياسا، لا تتبع الوقف قياسا. قياسا على ماذا؟ قالوا: قياس على البيع، قياس على البيع. لو باع الإنسان بيتا أو باع مزرعة أو باع أرضا، إذا لم ينص على حق المرور ولا حق الشرب ولا حق المسيل، لا يدخل هذا من ضمن ما باعه أو اشتراه الطرف الآخر، لأن البيع تمليك، يعني أنه هو ملكه الأرض، ملكه الدار، ملكه المزرعة، إلا إذا نص على أن له أو أن للمشتري حق المرور، أن للمشتري حق المسيل وما إلى ذلك. إذن لو نظرنا إلى ما يقتديه قياس الوقف على البيع، نقول لا يدخل ضمن الوقف حق المرور ولا حق الشرب ولا حق المسيل. انقضها الآن في ذهن المجتهد، انقضها قياس آخر في ذهن المجتهد، وهو قياس الوقف لا على البيع وإنما على الإجارة. طيب، لماذا جعلنا القياس قياس الوقف على البيع قياسا ظاهرا، قياسا جليا، وقياسه أو جعلنا قياسه على الإجارة قياسا خفيا؟ ما وجه الظهور وما وجه الخفاء؟ قالوا:
قياس الوقف على البيع ظاهر. لماذا؟ لأن في كل من البيع والوقف نكل لملكية العين من صاحبه، من صاحبها. يعني إذا بعت شيئا هل تملكه بعد ذلك؟ خلاص خرج هذا المبيع من ملكك إلى ملك المشتري. طيب والوقف أيضا إذا وقفت أرضا أو بيتا تستمر مالكا لها له، خرج أيضا من ملكك. فمن هذا الباب قالوا البيع أقرب، قياس البيع الوقف على البيع أقرب، هذا قياس ظاهر، هذا قياس جلي. طيب قياسه على الإجارة ليس ظاهرا، لأن بعكس ما في الوقف من إخراج العين من ملك الواقف، المؤجر يتمسك بملكه للعين، وإنما أعطى الطرف الآخر المنفعة، يعني باع له ماذا؟ منفعة داره، باع له منفعة مزرعته. إذن من هذا الباب أيهما أقرب إلى الوقف، البيع أم الإجارة؟ البيع. فلذلك صار قياس الوقف على البيع قياسا جليا. طيب لماذا يعدل المجتهد عن هذا القياس الجلي الظاهر إلى القياس الخفي؟ نظر إلى ما مقصود العقدين، مقصود الوقف ومقصود الإجارة، مقصود الوقف ومقصود البيع. قال مقصود الوقف أقرب إلى مقصود الإجارة، لأن في الوقف إذا قلت هذا وقف لطلبة العلم في إيلوني، هذا وقف لي، هذا البيت وقف على طلاب العلم الشرعي في إيلوني، نعم خرج هذا الموقوف من ملكي، وهل صار في ملكهم؟ هل صار في ملكهم؟ إذن هنا اختلف عن البيع. بينما في الإجارة نفس الأمر، أجرتك داري، أجرتك بيتي، هذا لا يجعلك مالكا للبيت ولا للدار، فإنما المقصود أن تستفيد منفعة، تستفيد من البيت، تستفيد من المزرعة، وهذا هو عين المقصود في الوقف، هذا هو المقصود في الوقف. فقالوا العلماء الفقهاء أفتوا بأن حق المسيل وحق المرور وحق الشرب كلها داخلة في الإجارة. لماذا؟ لأن بدون لا فائدة من العقد، يعني لا فائدة. إذا قلت استأجرت بيتا ولا طريق لي أسلكه أتى أصل إلى البيت، كيف أستفيد؟ كيف أستفيد مما اشتريته من منفعة البيت؟ أبدا. كذلك إذا كانت المزرعة يعني وقفا، لا يمكن الاستفادة، لا تمكن الاستفادة من هذا الوقف إلا أن يدخل فيه حق المسيل، أن يدخل فيه حق الشرب وحق المرور. فهنا يقول المؤلف أنا أحكم هنا بأن الحقوق هذه داخلة، وإن كان ذلك على عكس ما اقتضاء القياس الجلي الذي هو قياس الوقف على البيع. لكن العدول هذا هل كان بهوى؟ إنما لاقتضاء الدليل لما يقتديه القياس الخفي، وهو قياس الوقف على الإجارة. واضح؟ إذن فهذا مثال لما يسميه الأصوليون بالاستحسان. نعم نعم. الحاق الوقف في هذا البيع لأن كل منهما إخراج ملك من مالكه. نعم. والقياس الخفي الحاق الوقف في هذا بالإجارة لأن كل منهما مقصود به الانتفاع، فكما يدخل المسيل والشرب والطريق في إجارة الأطيان بدون ذكرها، تدخل في وقف الأطيان بدون ذكرها. نعم. نص الفقهاء الحنفية على أنه إذا اختلف البائع. إذن مثال آخر أيضا من قبيل
العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي. هذا مثال آخر. نعم. نص الفقهاء الحنفية على أنه إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن قبل قبض المبيع فادعى البائع أن الثمن 100 جنيه. جنيه هذا العملة المستعدمة المستعملة في مصر، الجنيه، الجنيه المصري. نعم. وادعى المشتري أنه 90 يتحالفان استحسانا والقياس ألا يحلف البائع لأن البائع يدعي الزيادة وهي 10 والمشتري ينكرها والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. نعم. فلا يمين على البائع ووجه الاستحسان أن البائع مدعي ظاهر بالنسبة إلى الزيادة ومنكر حق المشتري في تسليم المبيع بعد دفع 90 والمشتري منكر ظاهر الزيادة التي ادعاها البائع وهي 10 ومدعي حق تسلمه للبيع المبيع بعد دفع 90 فكل واحد منهما مدعي من جهة ومنكر من جهة أخرى فيتحالفان. طيب هذا أيضا مثال آخر. كما تعلمون وكما ثبت بذلك حديث صحيح أن البينة على من؟ على المدعي. وما الذي على المنكر؟ اليمين. من ادعى الحق فعليه أن يأتي ببينة، يعني بدليل، ببرهان، أنت قلت أنك صاحب هذا البيت، صاحب هذه السيارة، عليك البينة. ومن أنكر ذلك فعليه الحلف، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا هو القياس الظاهر، هذا هو الحكم الظاهر. طيب في هذه الحالة التي يحكيها المؤلف هنا هنالك قياس خفي ليس ظاهرا كظهور قياس الواقع على ما يقتضيه الأمر من تقديم المدعي للبينة واستحلاف المدعى عليه أو المنكر. اختلف في ثمن المشتري، قال ادعى الباعي أن الثمن 100، يعني الباعي والمشتري اختلف في الثمن، هذا يقول إنما بعتني 100 وهذا يقول إنما اشتريته 90 يعني بعتك 100 لا اشتريته 90. الظاهر الواقع هنا من المدعي؟ من المدعي من بين الاثنين؟ الباعي يقول لا 100 بعت لك، هذا يقول 90 وقد دفع 90 فعلا، لكن الباعي يقول لا أعطيك، لا أسلم لك المبيع إلا بعد أن تدفع لي 10 الباقية، لأن البيع تم 100 وأنت تقول 90. من المدعي؟ نعم الباعي، ويدعي 10 الآن. يعني هل اختلفا في 90؟ لم يختلفا في 90، يعني هنالك اتفاق بينهما في 90، وإنما الخلاف فيما فوق 90 وهو 10، الفرق بين 90 والعشرة. فالظاهر الآن أن الباعي هو المدعي يدعي 10 وهذا المشتري منكر ينكر 10، يقول لا إنما بعت لي 90 وليس 100. ما يقتضيه الدليل الظاهر والقياس الظاهر أن نقول يا أيها البائع عليك بالبينة، ويا أيها المشتري إذا أتى بالبينة أنت تحلف. قالوا في هذه المسألة حكم فقهاء الحنفية بأن الاثنين يستحلفان، نطلب من هذا أن يحلف ونطلب من هذا أن
يحلف. قالوا لماذا؟ قالوا إن قدح في ذهن المجتهد قياس خفي. ما هو القياس الخفي؟ أن هذا الذي يدعي العشرة ومن جهة أخرى منكر، وهذا الذي ينكر من جهة أخرى هو أيضا مدعي، فكأن الإنكار واقع في الجانبين. كيف نعتبر هذا منكرا وهذا منكرا؟ هذا الذي قال المؤلف. نعم اقرأ. لا لا اقرأ من قوله ووجه الاستحسان. ووجه الاستحسان أن البائع مدعي ظاهرا. نعم هذا هو الظاهر أنه يدعي عشرة. نعم. ومنكر حق المشتري في تسليم المبيع بعد دفع 90. والمشتري منكر. إذن فهمتم هذا الآن؟ هو في الظاهر يدعي عشرة، وهذا المنكر بعد أن دفع 90 يقول ائتني ما اشتريته، يعني الملك لي الآن بعد أن دفعت 90، فهذا ينكر يقول لا لم يدخل في ملكك حتى تدفع لي العشرة، فكأنه مدعي من جهة ومنكر من جهة. نعم. هذا هو الظاهر أنه ينكر أن عليه 9 جنيهات، هذا هو الظاهر، ولكن نعم وهي العشرة، ومدعي حق تسلمه المبيع بعد دفع 90. من جهة أخرى الآن بعد أن دفع 90 صار هو مدعي أيضا، يعني له أن يرفع الحكم إلى القاضي يقول دفعت 90 وهو مع ذلك ما سلم لي المبيع، فلي حق أن أملك المبيع بعد دفع 90، فكأنه من جهة أخرى مدعي ومن جهة ثانية منكر. نعم. فكل واحد منهما مدعي من جهة. نعم. ومنكر من جهة. فيتحالفان. إذن العدول هنا موجب القياس الظاهر، مقتضى القياس الظاهر إلى مقتضى القياس الخفي. نعم. القياس الظاهر إلحاق هذه الواقعة بكل واقعة بين مدعي ومنكر، فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. نعم. والقياس الخفي إلحاق الواقعة بكل واقعة بين متداعيين. نعم. كل واحد منهما يعتبر في آن واحد مدعيا ومنكرا فيتحالفان. نعم. طيب مثال ثالث. نص الفقهاء سباع الطير كالنصر والغراب والصقر والبازي والحلقة والعقار. طاهر استحسانا نجس قياسا. ووجه القياس أنه سور حيوان محرم لحمه كسور سباع البهائم كالفهد والنمر والسبع والذئب، وحكم سور الحيوان تابع لحكم لحمه. ووجه الاستحسان أن سباع الطير وإن كان محرما لحمه إلا أن لعابها المتولي من لحمها لا يختلط بسورها، لأنها تشرب من طارها وهو عظم طاهر. وأما سباع البهائم فتشرب بلسانها المختلط بلعابها، فلهذا ينجس سؤرها. طيب هذا المثال أيضا من الأمثلة التي تم العدول فيها عن قياس ظاهر إلى قياس خفي. هذه المسألة تتعلق بسؤر السباع. السؤر معناه ما يتبقى من أثر لعاب السباع إذا شرب من ماء في إناء أو في دلو وما إلى ذلك. الحكم في ذلك أن السؤر حكمه تابع للحم،
يعني ما كان مأكول اللحم فسؤره طاهر، يعني ما كان مأكول اللحم فسؤره طاهر، وما كان وما يحرم أكل لحمه والسباع عموما يحرم أكل لحومها، فالسؤر أيضا يتبع اللحم. هذا لا إشكال فيه في سباع البهائم كالفهد والأسد والنمر والذئب وما إلى ذلك، هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، أن لأن هذه الحيوانات لا يجوز أكلها، لأنها وبما أنها غير مأكول اللحم فسؤرها كذلك يتبع هذا اللحم. قال الحنفية: القياس يقتضي أن ما كان سبعا من الطير يأخذ الحكم نفسه، يعني سباع الحيوان سؤرها نجس. الظاهر القياس الظاهر أن السباع من الطير أيضا سؤرها يكون نجسا كما ينجس سؤر سباع الحيوان، لكن انقضح الآن دليل خفي في ذئن المجتهد، وهو أنهم نظروا إلى ما يشرب به أو ما تشرب به سباع البهائم وما تشرب به سباع الطيور. قالوا سباع البهائم يشرب بألسنتها، والألسنة هذه جزء من لحمها، فيختلط هذا اللسان بالماء فينتج السؤر، بينما الطير السباع من الطيور كلها لها منقار، والمنقار ليس لحما، انظر الفقه الدقيق، المنقار ليس، لذلك قلت والاستحسان ليس عن هوى، إنما انقدح في ذينهم دليل ليس ظاهرا. قالوا السؤر تابع للحم لا خلاف في ذلك، لكن هذا السباع هذه السباع إنما تشرب بمنقارها، والمنقار عظم أم لحم؟ عظم، والعظم طاهر، العظم طاهر وإن كان من حيوان غير مأكول اللحم، العظم دائما طاهر. فقالوا لا نعطي لسؤر سباع الطيور مثل ما أعطينا لسؤر سباع البهائم لهذا القياس الخفي، فاقتضى أن نعدل عن حكم أو مقتضى القياس الجلي إلى مقتضى القياس الخفي. نعم، ووجه الاستحسان. نعم، ففي كل نعم ففي كل مثال من هذه الأمثلة نعم تعارض في الفاضلة قياسان، أحدهما جلي متباين فهمه، نعم، والآخر خفي دقيق فهمه، وقام للمجتهد دليل رجح القياس الخفي فعدل عن القياس الجلي، فهذا المعذور هو الاستحسان، والدليل الذي بنى عليه هو وجه الاستحسان. إذن كل الأمثلة الثلاثة هذه تندرج تحت القسم الأول أو النوع الأول. ما هو النوع الأول؟ ما تم العدول فيه عن قياس إلى قياس. وما هو النوع الثاني؟ ما كان العدول فيه باستثناء جزئية من الحكم الكلي. فهنا الآن يذكر أمثلة هذه. نعم، ومن أمثلة النوع الثاني نهي الشارع عن بيع المعدود والتعاقد على المعدود. نعم، ورخص استحسانا في السلم والإجارة والمزارعة والمساقات والاستصناع، وهي كلها عقود، المعقود عليه فيها معدوم وقت التعاقد. نعم، وأن الاستحسان حاجة الناس وتعارفهم. نعم، ونص لحظة، لحظة، هذا مثال. نعم، هذا المثال الأول، نشرع هذا أولا. الحكم الكلي هو أن
التعاقد على شيء معدوم لا يجوز، لا تبيع ولا تشتري شيئا معدوما. وإن كان بعض الفقهاء خالفوا هذا المبدأ، اختلفوا فيه، وفي مقدمتهم العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم الجوزي، قالوا هذه العبارة غير دقيقة. هذه العبارة غير ما هي عبارة أن الشرع نهى عن بيع المعدوم؟ قالوا لا يوجد دليل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المعدوم. قالوا كل ما أشاروا إليه واستدلوا به على أن الشارع نهى فيه عن بيع المعدوم إنما لوجود الغرر فيه، النهي إنما لوجود الغرر فيه، فليس النهي من أجل أنه كان معدوما وإنما لما تحقق فيه من الغرر الفاحش. فقالوا العبارة الصحيحة أن نقول إن الشارع ينهى عن ما فيه غرر متحقق بصرف النظر عن كونه معلوما أو موجودا أو معدوما. قالوا ربما نهى الشارع عن الموجود، ربما نهى الشارع عن بيع ما هو موجود لا يلزم أن يكون معدوما. مثال ذلك، لا يجوز بيع العبد الآبك أو الجمل الشارد. قال ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله من أمثلة ما نهي عنه لا لكونه معدوما ولا موجودا وإنما لوجود الغرر الفاحش فيه. قالوا ربما نهى الشارع عن بيع الموجود، شيء موجود ليس معدوما. العبد الآبك موجود أم معدوم؟ هو موجود لكن لا يعرف مكانه. العبد الآبك يعني إنسان عنده عبد وفر منه ولا يدري أهو في لاغوس أم في كانو أم في ليبيريا أم في السعودية، لا يعرف، لكن يعرف أن له عبدا، يعرف أن له عبدا ويعرف مواصفاته أنه طويل أو قصير، أبيض أو أسود، سمين أو وما إلى ذلك، لكن أين هذا العبد لا يعرف. هذا الذي يسمى بالعبد الآبق أو الجمل الشارد، بيع الجمل الشارد. عندك جمل، عندك بقرة ولا تراها، لا تدري أين هي، هل يجوز لك أن تبيعها؟ لا يجوز. طيب هل هو موجود أو معدوم؟ موجود أم معدوم؟ موجود. مع ذلك نهى الشارع عن بيعه وشرائه لا للوجود وللعدم وإنما للغرر. فقالوا الضابط الصحيح في النهي وفي عدم النهي عن بيع بعض الأعيان إنما فيه وجود غرر أو في عدم وجودي. فلذلك قال وجدنا أمثلة جاز فيها بيع الموجود، لا يجوز فيها بيع الموجود، وهنالك أمثلة يجوز بيع المعدوم. قال وجدنا أمثلة أخرى جاز فيها بيع المعدوم. مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نعم بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لكن إذا بدأ صلاحه هل يجوز بيعه؟ يجوز. إذا نهى عن البيع قبل بدو الصلاح، مفهوم المخالفة من ذلك أنه يجوز البيع بعد بدو الصلاح، يعني في بوادر أن هذا سينتج، أن هذه الثمرة ستظهر، الشجرة ستثمر. طيب في هذه الحالة الثمرة موجودة أم معدومة؟ معدومة ليست موجودة، مع ذلك يجوز بيعها، بيع بعد بدو الصلاح. ما الذي بدا الصلاح؟ الشجرة، لكن الثمرة هل هي موجودة أم معدومة لما تم التعاقد؟ معدومة أم موجودة؟ معدومة. نعم. إذن قالوا هنالك أمثلة جاز فيها بيع المعدوم، وهنالك أمثلة نهي أو حرم فيه بيع الموجود.
فالضابط في وجود الغرر، يعني الغرر في العبد الحابق والجمل الشارد أنه ليس بمقدورك أن تسلمه، ليس بمقدورك أن تسلمه. كمن يبيع السمك في الهواء، هل السمك في الهواء موجود أم معدوم؟ هو موجود، يعني السمك الطير، قلت السمك كيف السمك في الهواء، الطير في الهواء والسمك في البحر. يعني الطير الآن يطير في الهواء، هل يجوز لك أن تبيعه؟ لا يجوز، لأن ليس بمقدورك التسليم، هذا غرر فاحش لكنه موجود. فرحمهم الله شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه لا يصححان هذه العبارة بأنه لا يجوز أو نهى الشارع عن بيع المعدوم، قالوا إنما البيع للغرر المتحقق في كل صورة من صور البيع. طيب، على كل حال نرجع إلى المثال الذي أراده المؤلف. نفرض أنه لا يجوز بيع المعدوم كما يقول المؤلف، يعني شيء غير موجود، لكن ابن تيمية يؤكد لنا أن سبب النهي إنما لوجود الغرر لا لأنه معدوم أو موجود. المهم لنفرض أنه معدوم وفيه غرر، لنفرض أنه معدوم وقد تحقق فيه غرر، هل ينهى عنه أو يباح بيعه؟ ينهى عن بيعه. طيب، وفي الإجارة والمزارعة والمساقات والاستثناء، في هذه الحالة الحالات كلها المبيع موجود أم معدوم؟ معدوم. الآن إذا اشتريت 10 أقياس من الأرز سلما، تدفع الآن قيمة 10 أقياس من الأرز التي ستوجد بعد سنة أو توجد بعد 6 أشهر، إذا زمن التعاقد هذه الأقياس من الأرز هل هي معدومة أم موجودة؟ معدومة. ولكن المؤلف يقول جاز بيع السلم من باب إيش؟ الاستثناء. فكأنه تم العدول عن الحكم الكلي الذي هو النهي عن بيع المعدوم إلى استثناء جزئية من هذا الحكم الكلي، فجاز بيع السلم. ومثال آخر الإجارة. الإجارة المنفعة المباعة في الإجارة معدومة في وقت التعاقد أم موجودة؟ البيت موجود لكن المنفعة لا. يعني منفعة السكن في البيت ستوجد في فترة لاحقة، يعني البيت موجود، ربما انهدم البيت غدا. الآن دفعت أجرة 6 أشهر، بعد يوم يومين في البيت احترق البيت، أين المنفعة؟ إذن المنفعة معدومة زمن التعاقد. فهذا أيضا مثال لما أجيز استثناء وإن كان الدليل الكلي يقتدي عدم جوازه، الدليل الكلي يقتدي عدم الجواز. المثال الثالث المزارعة. ما هي المزارعة؟ أن تدفع أرضا لك إلى من يقوم بها في الزراعة على أن يكون المحصود الزراعي الحاصل من عمله مقسما بينكما. أنا أنت الآن عندك أرض، فتقول أنت فلاح تجيد الزراعة، أنا لا أجيد الزراعة أو أنا ما عندي وقت للزراعة، تدفع الأرض لمن يزرعها. طيب ما الفائدة المتوقعة من ذلك؟ فتشترط عليه، تقول إذا حصدت 10 أقياس من الأرز أو من الذرة أو من أي مزروع سنقتسمه بالنصف، لك النصف ولي النصف، لك الثلث ولي الثلثان، لك الربع وما إلى ذلك. هذا يجوز، هذا يسمى بعقد المزارعة. طيب عندما تتعاقدان على عقد المزارعة المحصول الزراعي معدوم أم موجود؟ هو معدوم. يقول هذا أيضا جاز استحسانا، عدول عن دليل الكل استثناء جزئية معينة. المساقات. ما هي المساقات؟ قريبة من المزارعة،
الفرق بينهما أن في المزارع ما الذي تدفع لمن من يزرع؟ تدفع له ماذا؟ الأرض. ما الذي تدفع له في المساقات؟ الشجرة. يعني عندك شجرة تثمر برتقال، شجرة مانجو، شجرة برتقال، شجرة عنب، تقول خذ هذه الأشجار 10، 20، 50، 100 أنت تقوم بها وتصلحها وتغذيها وتنميها وتراعيها، فإذا جاءت الثمار نقتسمها، أنت تأخذ النصف أنا أخذ النصف، أو أنت تأخذ ثلثين أنا أخذ ثلث، بحسب الاتفاق كما يحصل في المضاربة، يعني كلها يجري مجرى عقد المضاربة، يعني المال من طرف والعمل من طرف آخر، هذه الأرض من طرف والعمل من طرف، المساقات الشجرة من طرف والعمل من طرف آخر. والاستثناء، ما هو الاستثناء؟ الاستثناء هو بيع ما سيصنع. الآن تأتيني تقول تأتيني بصورة للبيت، في هذا البيت 3 غرف، غرف النوم ومطبخ ومكتبة، تقول أنا أريد أن تبني لي مثل هذا البيت، كم تأخذ؟ يقول لا، هذا البيت يكلفك 10 ملايين. يقول نعم، أدفع لك 10 ملايين بشرط أن تبني لي مثل هذا البيت. البيت موجود ولا معدوم؟ حين التعاقد هو معدوم، لكن استثني من الحكم الكلي، استثني من الحكم الكلي. لو رجعنا إلى ما قلت لكم في بداية الدرس أن ثمة طريقة أخرى لتقسيم الاستحسان، هذه التي ذكرها المؤلف كلها تدخل فيما يسمى بالاستحسان بالنصوص، هذه كلها من أين جاء استثناؤها؟ استثناؤها بالنص الحديثي بالسنة، يعني حديث ابن عباس في السلف وغير المزارعة في ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع آل خيبر، والمساقات كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم تعاقد مع آل خيبر على شطر ما يخرج من الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر مع المسلمين وأبقى أهلها على الأرض يزرعونها وعلى الأشجار يصلحونها، والاتفاق على أن شطر ما يخرج منه للمسلمين والنصف الآخر لأهل خيبر. إذن هذه كلها مستثنات بالنصوص، الاستحسان بالنص. نعم. 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 ونص الفقهاء على أن الذين يضمن المؤمن إلى هلا لأن التجهيل دوام من التعجب. نعم. واستثني الاستحسان موت الأب أو الجد أو الوصي مجهلا. نعم. ووضع الاستحسان أن الأب والجد والوصي لكل منهم أن ينفق على الصغير ويصرف ما يحتاج إليه، فلعل ما جهله كان قد صرفه في الجحيم، ولعل ما جهله فلعل ما جهله كان قد صرفه في وجهه. طيب، هذا مثال آخر لما جرى فيه استثناء جزئية معينة من الحكم الكلي من باب الاستحسان. المسألة أن الأمين الذي تم إيداع متاع عنده، يعني من وُدع عنده شيء هو أمين، يعني لا يأخذ مقابل ذلك أجرة، تقول أنا أريد أن أسافر خذوا هذا المال وديعة عندكم، يعني حفظا لي حتى أرجع من سفري، إذا ضاع المال هل يضمنه؟ هل يضمنه المودع عنده؟ يضمن؟ يضمن ولا يضمن بحسب الحالة، لا يضمن إذا لم يكن متعديا، يعني حفظ المال حيث يحفظ أمواله أيضا، يعني مثلا في نيجيريا الآن
يعني أخذ هذا المال وذهب به إلى بنك، هذا هو العرف. لكن لو أخذ هذا المال وتركه في غرفته نقول هذا من التعدي، هذا من التعدي. وجدنا أن أمواله هو تحفظ في البنوك. المهم في عقد الوديعة من أودي عنده شيء يعتبر أمينا، لا يضمن إلا إذا تعدى، لا يضمن إلا إذا تعدى. ووجد الفقهاء صورة التعدي في أمر وهو المجهل للوديعة، من مات كيف ما قال يضمن بموته مجهلا، يعني الإنسان وضعت عنده سلعة وديعة ولم يبين لمن حوله من أولاده أو من أزواجه بأن هذا الذي ترونه ربما أراد أن يسافر في إجازة الآن، فجاء بسيارته وأدخلها في ساحة بيته فأوقفها وديعة عنده، ولم يبين لهم أن هذه سيارة وديعة ليست من ما أملكه أنا، يعني مجهلا لم يبين لهم، هذا معنى التجهيل. فمات، وبعد موته سرقت السيارة، سرقت السيارة. لولا أنه كان مجهلا لما ضمن، يعني إذا كان قد بين وعرفوا أن السيارة لفلان ابن فلان وإنما أتى بها عند أبينا وعند قريبنا وديعة أمانة، هذا لا يعتبر من التعدي. الفقهاء قالوا إذا سكت ولم يبين هذا ما يسمونه بالتجهيل، قالوا هذا سوء نية، فهذا يعتبر نوعا من التعدي. يعني إذا مات مجهلا فإنه يضمن ما يتلف من مال غيره، هذا هو الحكم العام. طيب ما الذي استثني من ذلك؟ إذا أودع المال أو شيئا عند أبيه أو الأب ومن الجد في حكم الأب والوصي، يعني الذي يقوم على مصلحة الولد الصغير، وهؤلاء أيضا يعتبرون أمناء على ما بأيديهم، وإذا وقع من أحدهم التجهيل أنه لم يبين أيضا أن هذه السيارة أو هذه الدراجة لفلان ابنه لعلان الذي تأتى وصايتي، فمات مجهلا، الحكم الكلي أنه أيضا أنه يضمن. لكنهم استثنوا هذه الجزئية من الحكم الكلي في حق الوالد وفي حق الوصي وفي حق الجد، قالوا لماذا؟ فلعل ما جهله كان قد صرفه في وجهه، لأنه مسؤول عن رعاية هذا الولد سواء كان ابنه أو تحت وصايته، يدفع رسوم دراسته، يوفر له طعامه وشرابه، فقالوا يحتمل أن ما جهله ولم يبين مما عنده أمانة لعله قد صرفه في وجهه المعتاد لكونه مسؤولا عن الولد، وقالوا هذا لا نقول يضمن، لأن إذا ضمناه فكأننا أخذنا الحق مرتين، يعني كان قد صرف الحق في وجهه في رعاية الولد نفسه ثم طالبناه بالضمان لأنه كان مجاهلا. فلهذا الاحتمال قالوا استحسانا، يعني نستثني هذه الجزئية مما يقتضيه الحكم الكلي. نعم نعم. ونصه على أن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ. أطلنا الوقت مضى. طيب نأخذ هذا المثال الأخير ونكتفي به. نعم. ونصه على أن
السفلي لا تصح تبرعه. لا لا الأمين لا يضمن. ونص على أن الأمين لا يضمن إلا للتعدي أو التقصير في الحفظ. نعم. واستثني استحسانا الأجير المشترك. 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 نعم. فإنه يضمن إلا إذا كان هلاك ما كان عنده بقوة طاهرة وللاستحسان كامل المستأجرين. طيب هذا مثال جديد. الأصل أن الأجير أيضا لا يضمن، الأجير أمين. الأجير هنا أي في إجارة الأشخاص. الإجارة نوعان، إجارة الأعيان وإجارة الأشخاص. إجارة الأشخاص أنني أستأجرك لي عمل من الأعمال، النجار، الخياط وما إلى ذلك، كل من عنده حرفة أو مهنة معينة ممكن أن نستأجره ليعمل في صالحه. وهذه الأجرة نوعان، هذه الإجارة، إجارة الأشخاص نوعان، إما أن يكون الأجير أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركا. الأجير الخاص ضابطه أنه يسلم نفسه للمستأجر، يعني الأجير الخاص يجب عليه تسليم نفسه، والأجير المشترك لا يجب عليه، بل لا يسلم نفسه، وإنما يأخذ العمل من مجموعة كبيرة من الناس. يعني الآن جئت بخياط فقلت له أنا أخذك خياطا وأدفع لك في كل شهر 20,000 ليرة تعمل عندي خياطا، هذا أجير خاص ولا أجير عام؟ أجير مشترك. هذا أجير خاص يجب عليه تسليم نفسه، يعني يجب أن يأتي للعمل عندي، وسواه عمل أو لم يعمل فقد أدى ما عليه. يعني الأجير الخاص إذا سلم نفسه فقد أدى ما عليه. لا تقول هذا الشهر ما عندنا ثوب تخيطه فنعطيك 10 بدلاً من 20، لا. الأجير الخاص إذا سلم نفسه استحق الأجرة كاملة. طيب الأجير المشترك هو لا يأتي عندي، له دكان، هو أيضا خياط، أنا إذا جئته أتعاقد معه على تفصيل ثوب أو ثوبين أو 3، وآخر يأتيه مثلي، وثالث يأتيه مثلي، ورابع يأتيه مثلي، هذا يسمى بالأجير المشترك. هذا متى يستحق الأجرة؟ متى يستحق الأجرة؟ إذا عمل. الفرق بينه وبين الأجير الخاص أن الأجير الخاص إذا سلم نفسه انتهى، عمل أو لم يعمل. أما الأجير المشترك فلا يستحق الأجر إلا بالعمل. طيب الأصل أن الأجيرين يعتبران أمينين، يعني إذا دفعت له الثوب وقال سرق هذا الثوب، يعني أنت برضا منك دفعت له الثوب ولم يأخذ منك الثوب غصبا، فمقتضى الحكم الكلي أنه لا يضمن. يقول والله قدر الله أن ثوبك احترق، أن ثوبك سرق، مثله مثل الأجير الخاص. في وقت من الأوقات حكم الفقهاء لا سيما من المالكية، قالوا الآن قد فسد الناس، قالوا لفساد الناس، الناس أمانتهم قليلة. شوف في وقت مضى، فكيف بوقتنا هذا؟ فقالوا الأجير المشترك يضمن ما غاب عليه، يعني ما أخذه عنده ولم نره، إذا ادعى أنه تلف فإنه يضمنه، قالوا حفاظا على أموال الناس، لأن يعني الناس قالوا فسد الناس، الأمانة قلت عند الناس، صاروا يكذبون يخدعون، يعني يأخذون أموال الناس بغير الحق. فهذه هذا الحكم
أو هذه الفتوى التي كانت في فترة من الفترات واشتهرت بين الفقهاء، بدايتها من فقهاء المالكية، هم الذين يعني ركزوا على تضمين الأجير المشترك. وهذا الذي قلت لكم أنه استحسان من أجل ماذا؟ المصلحة العامة. الاستحسان هنا ما دليله؟ المصلحة العامة. قالوا المصلحة تقتضي هذا، وإلا سوف يأتي يوم لا أحد يثق بأجير حتى يأتيه بالعمل فهو لا يجد ما يعمل، لأن الناس يخافون أن فلان إذا دفعت له ثوب يقول سرق، يقول احترق، يقول. فقالوا يجب على الأجير المشترك أن يضمن ما يتلف عنده سواء كان متعديا أو لم يكن متعديا. هل هذا يعتبر جريانا على ما اقتضاه الحكم الأصلي الكلي أم استثناء منه؟ استثناء منه، استثني لماذا؟ من أجل المصلحة. فهذا الذي يسمونه بالاستحسان لمصلحة، وأكثر من يقول بهذا هم الفقهاء المالكية عليهم جميعا رحمة الله. ونكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوقت مضى، لكن إذا كان لديكم سؤال واحد أو اثنان. نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وإياكم. نعم. بيع ماذا؟ شبكة. نعم نتوقع الشبكة. نعم تبيعون شبكة؟ نعم هذا يسمى بالتسويق الشبكي، وأيضا شبيه بما يسمى بالتسويق الهرمي، التسويق الهرمي pyramid scheme، أو التسويق الشبكي networking sale. الكلام في هذا يطول، لكن خلاصته أن الفقهاء المعاصرين قالوا بتحريمه، قالوا بتحريمه لسبب، قالوا فيه أكل أموال الناس بالباطل من غير وجه حق. الشريعة أباحت وأوضحت لنا طرق استحقاق مال أخيك. أخوك إذا تبرع لك بمال وهو حلال لك، أو إذا باع لك شيئا فدفعت له الثمن، أو كما قلنا الآن استأجرك إجارة الأشخاص، قدمت له شيئا فطلبت منه أجرة العمل، هذه كلها طرق استحقاقك لمال أخيك المسلم بطريق حلال. قالوا هذه كلها لا تتحقق في التسويق الشبكي ولا الحرمي، إنما الذي يحصل فيه استغلال وجودك في الشبكة في وقت سبق وجود هذا الذي تأخذ منه نصيبا مما دفعه. الآن ما نعرفه في التسويق الشبكي أنني إذا جئت سجلت اليوم وسجل أخي هذا بعدي بساعة أو بيوم، يعني ما يدفع أستحق جزءا مما يدفعه من غير أن أقدم له أي خدمة. هذا من مقتضى التسويق الشبكي أو التسويق الحرمي. لكن إذا كان ما في ذهنك أنت يختلف فلك أن تبينه، لكن بصفة عامة التسويق الهرمي أو الشبكي. لماذا سموه بالتسويق الهرمي؟ تعرفون الأهرام؟ تعرفون الأهرام؟ الأهرام هو ما يكون كبيرا في القاعدة ثم يضيق حتى يكون أضيق شيء في القمة. فهم شبهوا هذا بالهرم لأن الذي جلس في القمة يأخذ ويأكل مما يغذيه به الذين في القاعدة، يعني هو أول جاء بعده عشرة، هؤلاء العشرة جاءوا بعشرين، العشرين جاءوا بثلاثين،
فصاروا 100 في القاعدة، هم يدفعون ما يأكله الواحد الذي جلس في القمة. قالوا هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل من غير وجه حق، من الطرق التي أباها لنا الشرع، يعني من بيع، من إجارة، وما من استصناع وما إلى ذلك. قالوا لم يتحقق شيء من هذا في هذا التسويق الهرمي أو التسويق الشبكي. وقد أفتي بهذا في أكثر من موقع وفي أكثر من مكان، يعني بأن هذا النوع من التسويق ينبغي للمسلم أن يبتعد عنه، فإنه من باب أكل أموال الناس بالباطل. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورخص استحسانا في بيع السلام.